أنا كشابة ريادية بشوف إنه في نسبة بطالة كتير كبيرة بالبلد. بدنا نحد هاي البطالة عن طريق إنه نوجد وظائف بديلة باستغلال الأفكار الريادية لدى الشباب. بهاي الأفكار نطورها وننميها ونمولها لحتى نوجد فرص عمل ونعمل أشي للبلد. بوجهة نظري إنه ما في عنا توجيه للشباب أو للطلاب اللي لمهنة العمل أو للدراسة. يعني لما الطالب يخلص توجيهه ما بكون عارف شو بده يختار أو شو بده يتخصص، وحتى إذا كان عارف شو بده يختار ما أغلب الاختيارات بتكون خاطئة. مشكلتنا إحنا كشباب فلسطينيين إنه اللي بناخده بالجامعة مش دائما بتطبق برا، إنه بسوق العمل. أنا كشابة بشوف إنه لازم يكون في لنا دور بالمجتمع ومنساعد الأفراد من خلال اشتراكنا في تنفيذ أعمال ومبادرات لخدمة المجتمع وتنميته وتطويره. أنا كطالب إعلام بشوف الحل إنه عن طريق وسيلتي الإعلام ممكن أوصل فكرتي للعالم أو للمجتمع أو أغير أي شيء في المجتمع عن طريق الإعلام، إنه هي وسيلة كثير فعالة وخاصة إذا كانت موضوعية وصادقة. جمعية التنمية المجتمعية هي مؤسسة غير ربحية غير حكومية أسست عام 2010 وبدأت في تنفيذ أعمالها من عام 2011. بنت علاقتها الاستراتيجية في كلية فلسطين الأهلية الجامعية من خلال تواجدها في الحرم الجامعي. بتقدم خدمات مباشرة لفئاتها المستهدفة، ذلك يندرج بشكل عام ضمن رؤيتها الواضحة حول ضرورة لعب دور للمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة وتنمية المجتمع الفلسطيني والتلاحم مع مؤسسات المجتمع المدني لتعمل وتصب في نفس الحقل. نشتغل هون على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو التطوير المؤسساتي سواء للجمعية أو لشركائها الرئيسيين. المستوى الثاني هو التنمية الشبابية، ونستهدف فيها برنامجين رئيسيين. البرنامج الأول هو برنامج الإرشاد المهني والأكاديمي لطلاب الجامعات والمدارس، والبرنامج الثاني هو تهيئة خريجي الجامعات لدخول سوق العمل الفلسطيني من خلال مشاريع تتعلق بالريادة بالتوظيف وبناء القدرات. والمستوى الثالث والأخير هو التنمية المجتمعية، وهنا الحديث عن الذراع المجتمعي للجمعية، حيث انه يعني بنطمح دائما انه نشرك القطاعات المختلفة من المجتمع في من مختلف مناحي الحياة، من اقتصادية من مجتمعية مبنية على تكافؤ الفرص وعلى الشفافية، وايضا حتى التمكين الاقتصادي خاصة للفئات المهمشة. جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر بعقد العديد من الدورات التدريبية والدورات التخصصية للطلبة في مجالات مختلفة، منها المهارات الحياتية واللغات والريادة وبرامج الحاسوب المختلفة. تنفذ الجمعية مشاريع تهتم برياديين وتعزز مهاراتهم وقدراتهم في تطوير مشاريعهم، حيث قامت الجمعية بتنفيذ مشروع تمكين ريادي تكنولوجيا المستقبل، وكذلك مسابقة خطة الأعمال لعام 2012 والتدريب المجتمعي لإنشاء المشاريع الصغيرة. من الإيمان بأهمية التوجيه والإرشاد المهني، تنفذ الجمعية مشروع من المدرسة إلى المهنة، والذي يهدف لمساعدة الطلبة لاختيار تخصصهم المستقبلي بطرق مهنية عن طريق تطبيق دليل الإرشاد المهني في المدارس الحكومية للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر، وكذلك تنفيذ مجموعة من الأنشطة الاستكمالية المتنوعة. يذكر أن البرنامج يطبق في مجموعة من محافظات الضفة الغربية. تنفذ جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر العديد من المشاريع التي تقوم فلسفتها على التعلم من خلال المشاركة المدنية من أجل مشاركة أوسع لمختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني.
الجمعية أهمية قصوى للشراكة والعمل الجماعي، حيث أنها عضوا في العديد من الشبكات القاعدية وشبكات منظمات المجتمع المدني، وكذلك هي عضوا في مجالس اقتصادية ومجتمعية محلية، هذا بالإضافة إلى العديد من الشراكات مع المؤسسات الرائدة في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. مشروع تكنولوجيا الإعلام يأتي ضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لقطاعات التدريب المهني والتقني وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للإنماء GIZ، وتقوم على هذه الدورات الحقيقة وهذا البرنامج جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر وبالشراكة مع جامعة فلسطين الأهلية وبالشراكة أيضا مع شبكة معا الإعلامية. يأتي هذا البرنامج في قسمين حقيقة، أولا قسم دبلوم متوسط لمدة سنتين ضمن مقتضيات الشراكة مع جامعة فلسطين الأهلية، وأيضا يأتي في دورات تقنية مهنية متخصصة في درجة يعني تعتبر درجة 2 في مفاهيم التدريب المهني والتقني، وتقوم عليها جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر. سيحظى الطالب الذي يأخذ هذه الدورات في جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر على شهادة معتمدة من وزارة العمل بواقع 500 ساعة لمسار الصوت و600 ساعة لمسار الصورة، وسيحظى أيضا بتدريب عملي تقني متخصص في شبكة معا الشريك الاستراتيجي لهذا البرنامج. نظرتنا المستقبلية مبنية على البناء على ما تم إنجازه حقيقة في المراحل السابقة، تراكم الخبرات ومحاولة التفرد قدر الإمكان في تقديم برامج نوعية. وبهذا الخصوص بركز على برنامجين احنا متخصصين فيهم. البرنامج الأول هو برنامج الإرشاد المهني والأكاديمي، وأيضا الدورات التخصصية خاصة فيما يتعلق بمجال دبلوم تكنولوجيا الإعلام.